سيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. افتتاح مشروع إعادة تأهيل وتأثيث مدرسة عضوي مديرية أرياف المكلا. مؤتمر حضرموت الجامعي ينظم ورشة عمل حول تطلعات وتحديات الثروة السمكية بالمكلا. الأنظار تتجه نحو ملعب الفقيد برادم في نهائي النسخة السادسة من بطولة كأس حضرموت. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقدت مرجعية قبائل وادي وصحراء حضرموت لقاء استثنائيا باللجنة الأمنية ومندوب قوات التحالف العربي بالوادي والصحراء لمناقشة الأوضاع الأمنية وحالات الاختلالات الأمنية التي تشهدها معظم المديريات. واستعرض اللقاء العديد من المشاكل والقضايا العالقة والمدونة تحت مجهول، وشدد المجتمعون في ختام اللقاء على ضرورة وضع الحلول والمعالجات الممكنة للخروج من الأزمة الراهنة. كما قدم اللقاء ملخصا للسلطات المحلية والجهات الأمنية من قبل المرجعية لحل عدد من القضايا الأمنية تتمثل في تفعيل دور مراكز الأمن بالمديريات، وتفعيل دور اللجان الشعبية في الأحياء والقرى، والتركيز على قضايا المخدرات، والوقوف على قضايا الأرض وفرض هيبة الدولة وأحكامها، وتركيب كاميرات مراقبة في المداخل والممرات الرئيسية، ووضع خطة أمنية وتفعيلها بشكل عملي. افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون مشروع إعادة تأهيل وتأثيث مدرسة عضد بمديرية أرياف المكلا. واطلع الوكيل عبدون بمعية مدير عام الأرياف أحمد العكبري ومدير مكتب التربية بالمديرية محمد برجف على سير الدراسة في الصفوف الدراسية، مؤكدا على أن هذا المشروع وما تبعه من تأثيث للمدرسة يأتي في سياق دعم محافظ حضرموت، مشيدا بالجهود التي تبذل في إدارة وسير العملية الدراسية واستقرارها في جميع مدن وقرى وأرياف المحافظة، مشيرا إلى أن العملية الدراسية في المدارس والمجمعات الصباحية والمسائية ورياض الأطفال بمديريات المحافظة صارت تشهد تحسنا ملحوظا واستقرارا دائما في تنفيذ الخطط الدراسية واستنهاج المقررات وإجراء الاختبارات الشهرية وفق خطة التقويم المدرسي الوزاري. وقد حظي هذا المشروع بارتياح كبير لدى الأهالي والشخصيات الاجتماعية في منطقة عضد بمديرية أرياف المكلا. استعرض مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بحضرموت المهندس صلاح بابحير الخارطة الترويجية لتوزيع المعادن ضمن النطاق الجغرافي لنشاط الهيئة وخطط الاستثمار المعدني. جاء ذلك لدى لقائه بالمكلا السفير اليمني السابق بدولة فرنسا عمر الحريبي، حيث تعرف على الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام الماضي والجاري والاستثمارات المعدنية لجميع المعادن والصخور الصناعية والإنشائية والصناعات التحويلية للخامات المعدنية، وطموحات قيادة الهيئة للوصول إلى مستوى عالي بمجال الجيولوجيا. وأطاف السفير الحريبي في نهاية اللقاء بالمعرض الترويجي للمعادن والصخور الصناعية والإنشائية بالهيئة. اطلع مدير عام مديرية شحر المهندس أمين بارزيغ اليوم على سير العمل لمشروع تحسين شبكة الكهرباء بمديرية مدينة الشحر الداخلية التي تشمل أعمال الصيانة وتركيب شبكات جديدة ضغط عالي ومنخفض ومحولات كهربائية بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. وأشار مدير عام الشحر إلى أن هذه المشاريع ستحل مشاكل التوسعة العمرانية في مجال الكهرباء والتي تشهدها الشحر بإيصال التيار الكهربائي إلى المناطق الشرقية والغربية لمدينة الشحر، معربا عن شكره لمحافظ حضرموت لدعمه حل ومعالجة إشكاليات الكهرباء ومتابعته الحثيثة واهتمامه بمشاريع المديرية
من جهته أعطى مدير فرع كهرباء الشحر عبد العليم بعباد صورة واضحة عن أعمال المشاريع الكهربائية المنفذة التي وصل نسبة الإنجاز فيها إلى نحو 70% من أعمال الضغط العالي والمنخفض وتركيب 9 محولات مع 6 مفاتيح زيتية، منوها إلى أن هذه المشاريع ستحل مشاكل الشبكة الداخلية لمدينة الشحر وستقلل من مشاكل الأحمال التي تواجهها شبكة الشحر. دشن مدير عام غيل بن يمين صالح مول الدويلة صباح اليوم مشروع الأمن الغذائي والتي يموله برنامج الأغذية العالمي بتنفيذ من المؤسسة الطبية الميدانية، ويستهدف المشروع نحو 929 مستفيد ومستفيدة من كافة قرى ومناطق المديرية، تم اختيارهم وفقا لمعايير برنامج الأغذية العالمي. وأشاد مدير عام غيل بن يمين بالتدخل الذي أتى تلبية لاحتياجات المديرية داعيا المنظمات المانحة والمنفذة إلى زيادة حصة المديرية من السلال الغذائية لتغطي أكبر عدد ممكن من الفئات المستحقة. وأعرب المستفيدون عن شكرهم وارتياحهم من المشروع وما يقدمه لهم من مواد غذائية تخفف عنهم عبء المعيشة. اطمأن الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع طارق العكبري على صحة الشخصية الأمنية والعسكرية عضو الهيئة العليا للمؤتمر اللواء أحمد عوض بن جوهر بعد عودته من رحلة العلاج خارج الوطن. وخلال الزيارة اطلع الأمين العام للمؤتمر ومعه مستشار محافظ حضرموت العميد ركن سليمان بن غانم ورئيس دائرة الأمن والدفاع العميد سالم باشادي والعقيد سالم العوبثاني على أحوال اللواء بن جوهر وأوضاعه الصحية، ناقلين له تحيات رئاسة المؤتمر وتمنياتهم له بالصحة والعافية. بدوره أعرب اللواء بن جوهر عن شكره لمؤتمر حضرموت الجامع وكل من سأل عن أحواله الصحية قبل وبعد رحلته العلاجية. نظم مؤتمر حضرموت الجامع ورشة عمل حول تطلعات وتحديات الثروة السمكية في حضرموت بمدينة المكلا بمشاركة هيئة أبحاث علوم البحار والأحياء المائية وكلية البيئة والعلوم البحرية بجامعة حضرموت وهيئة المصائد والاتحاد السمكي وجمعية صيادي الأسماك ومصانع تعليب الأسماك وعدد من الجهات ذات العلاقة. وتهدف الورشة إلى الوقوف أمام الإشكاليات والتحديات التي تواجه قطاع الأسماك وأسباب تدني الإنتاج وارتفاع أسعار الأسماك واللوائح والقوانين المنظمة لعملية الاصطياد وطرح المقترحات الخاصة بتنمية الثروة السمكية والحفاظ عليها وتعزيز دور هذا القطاع في توفير الأمن الغذائي. وناقشت الورشة محاور عن المخزون السمكي وكيفية حمايته والتصدير الخارجي والحفظ والتصنيع. وفي افتتاح الورشة أكد الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع طارق العكبري أن القطاع السمكي من القطاعات المهمة التي ينبغي إلاؤه الاهتمام بوصفه مصدر رزق لشريحة واسعة من المجتمع وعامل يساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وقعت جمعية حضرموت العلمية الزراعية عدد من مذكرات التفاهم والتعاون المشترك مع جامعة حضرموت ومكتب وزارة الزراعة والري بساحل حضرموت والهيئة العامة للبحوث الزراعية فرع حضرموت. وتتضمن هذه المذكرات التعاون المشترك وتبادل الخبرات وكذلك تنفيذ الأعمال والمهام المشتركة بينهم بما يخدم مصلحة تطوير وتحسين الخدمات بالقطاع الزراعي وعمل الدراسات العلمية والبحثية في مجال الزراعة وكيفية إعداد دراسات شاملة عن واقع الزراعة لإتاحة الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية كون القطاع الزراعي يعتبر ركيزة أساسية لتحسين الاقتصاد للبلد. نفذ طاقم مركز جامعة حضرموت لطب الأسرة نشاطه الإيصالي التكاملي الثاني بمنطقة بيخة بفوة المدعوم من البنك الدولي تحت إشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت.
وخلال نزوله الميداني الأول لشهر مارس، قام الكادر بمتابعة تطعيم الأطفال والأطفال المتخلفين والرعاية التكاملية لصحة الطفل والتغذية وكذا رعاية الحوامل وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى معاينة ومتابعة حالات الأطفال والكبار والبحث عن حالات مرضية وفقر دم وسوء تغذية. وأوضحت فحوصات النزول اكتشاف حالات بسيطة من سوء تغذية وبعض حالات فقر الدم والإسهال بين الأطفال ومعاينة النساء الحوامل، وصرفت لهم أدوية مجانية لعدة حالات مرضية بين النساء والأطفال. يحتضن ملعب الفقيد برادم بالمكلا في 8 مارس الجاري الحدث التاريخي الكروي الحضرمي السادس في بطولة حملت شعار حضرموت تجمعنا، برعاية كريمة من قبل محافظ حضرموت، ويجمع النهائي تضامن وسمعون. المزيد من التفاصيل حول الاستعدادات لهذا العرس في هذا التقرير. الأنظار الجماهيرية الحضرمية ستكون متوجهة نحو صوب مسرح الحدث الكروي، وستكتظ المدرجات والمرتفعات وأسوار ملعب الفقيد برد بالمكلا عصر الجمعة 8 مارس 2019، ليكون هؤلاء شاهدين على حدث تاريخي هو السادس من نوعه في بطولة كانت جل الرعاية والعناية فيها من قبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وحملت شعار حضرموت تجمعنا. مسك الختام لبطلي الساحل هما التضامن وسمعون، فالأول له الأفضلية من حيث الإنجازات وامتلاكه لعناصر الخبرة وما تجعله مرشحا لنيل لقب هذه النسخة، وأما الثاني سمعون الشحر عرف عنه العراقة والمجد والتاريخ، وبحلة جديدة شبابية واعدة تحمل الطموح والآمال والإصرار لتحقيق حلم أبناء سعاد الزبينة. وعلى الطرف الآخر سنشاهد الحلاوة والمتعة وأيقونة البطولة من الجمهور الرياضي الذي ازدانت به مدرجات الملاعب الحضرمية ساحلا وواديا بالزخم الجماهيري طوال هذه البطولة. التضامن وسمعون هما من قال كلمتهما قبل النهائي، وأزاح فرق اتحاد سيئون وشباب القطن من دور نصف النهائي هذه البطولة في عقر داريهما على ملعب الشهيد جواسي بمدينة سيئون. جمعان علي وبعد ذلك عبدية، لا زالت أوهو، هدف أول لسمعون، هدف أول يا ابن الشعر. أما الختام سيرسم كالعادة الختام أجمل لوحة رياضية في رسالة تصل للجهات المعنية بأن حضرموت أرض للرياضة والفن والإبداع، لهذا يجب أن يستغل هذا الحب في النهوض بواقع الحقل الرياضي الحضرمي. لقناة المكلا فادي حقان. السيدات والسادة، بهذا التقرير نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهاكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. افتتاح مشروع إعادة تأهيل وتأثيث مدرسة عضد بمديرية أرياف المكلا. مؤتمر حضرموت الجامع ينظم ورشة عمل حول تطلعات وتحديات الثروة السمكية بالمكلا. الأنظار تتجه نحو ملعب الفقيد برادم في نهائي النسخة السادسة من بطولة كأس حضرموت. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته.